شكله عامل زي ساعة، شكله عامل زي ساعة، بس مش زي الساعات، بس مش زي الساعات. كل أسبوع ليكوا عنده رحلة مليانة حكايات. مفدي سفينتي، كوكبي اسمه سعاد، عندي أسئلة ومشاكل مش لقلها إجابات. رحلتي وسط الكواكب، نفسي أعرف الحكاية، مين سمعها، مين عملها، مين خلقها من البداية. رحلتي وسط الكواكب، نفسي أعرف الحكاية، مين سمعها، مين عملها، مين خلقها من البداية. واو، إيه ده؟ كوكب كله حكايات، بس مش اي حكايات. يلا بينا يلا بينا يلا بينا على الحكاية. ازيكم؟ كويسين؟ تايمو ازيك؟ ازيك يا مس ليلى؟ عامل ايه؟ انا كويس يا مس ليلى. سيبوه سيبوه سيبوه. انت عرفت اصحابي اسمهم ايه تايمو؟ اه ايه، مخيمر، ايوه، وفتكات، وزيخة. على فكره برافو برافو. وحسنيه اللي قاعده ورا. حسنيه دي دي آه. احلى شعر حسنيه دي. الواد اللي جنبها ده اسمه مخيمر. على فكره ما بيسلموا عليك يا تايمو، انت شاطر جدا في الاسامي، فظيع. اه يا مس ليلى، انا عاوز احكي لك على مشكله بصراحه عندي. خلص المشكله واسمي مس نانسي. خلص استنى استنى استنى، اسمك ايه؟ مس نانسي. مس نانسي. أيوة انا عارف انك مس نانسي، بس بدلعك ليلى. طيب ماشي، ميرسي يا تايمو. اصل القاف بتشد معايا شويه. استنى، ناوي بصراحه اول ما تخلص الحلقه دي اروح انتقم من الواد ساعه المحطه صاحبي. تنتقم؟ ايه الكلمه الكبيره دي يا تايمو؟ تنتقم؟ اصل الواد ساعه المحطه ده عمال يتمنظر علينا كده، عامل نفسه احلى ساعه فينا، عشان كل القطارات بتمشي على الساعه بتاعته. فانا هعمل حاجه، اروح اخر الساعه ساعتين كده ولا حاجه، فالقطارات تعمل حادثه في بعض، فايه يرفدوه ويعملوا ساعه. ايه الشر ده؟ ساعه بتاع ايه الشر ده؟ ده كل اللي انت بتحكيه ده شر. بيغذني عمال يقول لي انا احلى ساعه في الحته، وانت ساعه اي كلام، واحد بيلبسك كده. لا انا خليت بس. اهدى يا تايمو، اهدى 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 اهدى. ما انا منفعل اصلا خالص اخر. اه شكلك منفعل جدا. بروح يا تايمو، ما ينفعش كده، كل ده كل ده نرفزه وكده، وعايز تنتقم كمان. ما اعمل ايه؟ طيب ما ينفعش يا تايمو على فكره. انا مزرزر منه قوي. ثانيه واحده بس، مش كل حد يضايقنا كده، نبقى عايزين ننتقم منه يا تايمو على فكره. امال ايه؟ طيب اعمل ايه؟ اقول لك انا بقى تعمل ايه. استنى بقى، انت عارف الملك داوود؟ مين داوود؟ اه الملك داوود ده كمان مش عارفه حكاياته. ده بتاع جوليات، اللي قتل جوليات باللي مسك ال اه بس كبر بقى، حدف الليمون على حدف حاجه كده. لا حدف خوخ. بص يا تايمو، بعد ما الملك داوود ده وحدف ايه؟ زلطايا. زلطايا، ايوه معقول احدف زلطايا؟ ليمونه حلوه. ماشي تايمو. ايوه ركز معايا. مركز. بص بقى، داوود ده هو كان لما حارب جوليات كان صغنن شويه، بعد كده كبر. وفاكر لما حكينا انه اختار ربنا اختاره انه يكون ملك؟ اه حلو قوي. هو دلوقتي ملك ولا لسه مش الملك؟ يعني هو الملك شاول كان لسه موجود بصراحه يا تايمو، فهو يعني ربنا اختاره يبقى ملك، بس لسه يعني ما قعدش كده على العرش وقال انا ملك يعني. اوكي. وبعدين الملك شاول بقى كان متغاظ منه ولا كان بيحبه قوي؟ متغاظ منه جدا. هو شاول ده إيه؟ انا شاول ده مش فايت لي من زور، راجل غريب كده، شويه يقعد يقتل في الكهنه، وشويه يقعد عاوز يموت داوود. بصراحه مخ فاكره ما كان بيطلع صوره تعمل ما كانت تركب عليه مجانين كده. ايوه فعلا يا تايمو كل ده حصل. بس المشكله بقى ان شاول مش بس كان بيحصل له كده، المشكله ان شاول انه قرر هيجري ورا داوود ده ويموته باي طريقه. وما كانش بيطلع يا تايمو لوحده، كان ياخد الجيش عشان يدور على داوود. عشان يقتل داوود لوحده ياخد الجيش كله؟ تخيل يا تايمو. خلاص مخه طق خالص. داوود كان بيسال الرب بابا حبيبي زي ما احنا قلنا في كل حاجه كان بيعملها، وكان بينتصر، وانتصاراته كانت جميله جدا. لكن المره دي بقى عرف ان شاول بيجري وراه، فبقى يروح يستخبى في الجبل او في مغاره جوه الجبل كده، يستخبى من ملك شاول. يا حرام يا داوود. وشاول بيجري بجيش، وشاول بيجري بالجيش وراه. وكان داوود يعرف ان شاول جه وحواليه كده في حته،
فيقول له يا رب اعمل ايه طيب اجري تاني، فربنا يقول له اه اتحرك من المكان ده، يروح هو متحرك. وفي مره من المرات دخل شاول بقى من كتر التعب واللف ورا داوود دخل يستريح كده في حته في مغاره في الجبل، وداوود عرف. صحابه قالوا له فرصتك فرصتك، احنا هندخل دلوقتي نخلص عليه وهو نايم وننتقم منه. برافو عليك، هي دي الكلمه بقى اللي كانت غريبه كده، وننتقم منه فعلا. فداود قال لهم حدش هينتقم منه خالص، هو عاوز يقتله لوحده. استنى يا طايم وطي صوتك، الملك شاول نايم. ما تنامش يا طايم عشان احنا لسه بنحكي القصة. ما انا بقى الملك شاول نايم اهو. ايوه ايوه. دخل جوه بالمغارة بالراحة مع سيف، وراح صحابه قالوا له سكينة ببطنه. برافو هو ده الصح. وبدل ما يعمل له كده قام قطع الجلابية بتاعته، قطعها خالص. نعم ايوه قطع الجلابية يموته ويخلص بقى من الغلب بقى، هيقعد يغيظه وعاوز يقتله كده. وصحي شاول من النوم، تعالى انت شاول ورينا ورينا ازاي قطع الجلابية، عاوز اشوف الجلابية بتاعت شاول دي. قطعها بالسيف يا طايم، استنى بس عشان الملك شاول بيتظبط. اه الواد ده هيعمل ملك شاول؟ ايوه شكله فعلا شكل الملك بالظبط كده. بس اتفضل اقعد يا حضره الملك. صحي الملك شاول من النوم وعمال يتاوب، عمال يتاوب. جه داوود قال له يا حضره الملك شاول شفت بقى انا كان ممكن اموتك ازاي؟ الملك شاول اتخض قال له ايه ده؟ حد كان جنبي وهيموتني؟ شفت يا حضره الملك انا كنت هموتك، بس انا بس اكتفيت اني اقطع لك الجلابيه بتاعتك. قعد شاول يبص، الجلابيه بتاعتي الجلابيه، يا نهار ابيض ايه القطع ده؟ طب انا مش فاهم يا ميس، هو ليه قطع له الجلابيه؟ هو بس كان عايز يثبت له يا طايمه انه كان قريب منه جدا. وكان ينفع يعني يموته. هو مش عاوز يقطع هدومه، هو عايز يثبت له. لا خالص خالص. اللي كان ممكن يموته كمان. اتفضل اقعد اتفضل. عشان يصدق بقى. اتفضل. وطبعا بعد الحكايه دي شاول قال له لا خلاص يا عم مش هجري وراك. قال له اه طبعا خلاص وانا اسف ومعلش يا ابني ومش هجري وراك. كام يوم ولقينا شاول برضه خد الجيش وبرده رجلته رجلته وراح استخبى في حته برضه زي المغاره، وداود عرف وراح. صحابه قالوا له لا بقى المره دي فرصه ومش هتسيبها، لازم تروح تاخد حقك من فضلك، المره اللي فاتت اديت له فرصه المره دي بلاش عشان ندي له فرص. بس داود كان بيفكر بطريقه مختلفه جدا وبيقول انه انا مش عايز اعمل كده في راجل ربنا اختاره يكون ملك، انا مش هقتل، انا مش هموت، انا بحب بابا حبيبي وهو مش عايزني اعمل كده. بس مشي على تراضي بصوابعه والمره دي ما قطعش الجلابيه. ليه ما يقطع الجلابيه وخلصنا بقى نفس الحكايه؟ كل مره بقى طايم ونقطع جلابيات. لا 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 المره دي كان حاجه مختلفه جدا. غسلوا شعره. استنى يا طايم ودي بتاعه كبيره جدا. ايه ده؟ عارفين ده ايه؟ عارفين ده ايه؟ المقشر بنضف بيها السقف. لا دي مش مقشر. راح خد منه الحربه، الحربه دي بتاعه طويله كده وليها سن جامد قوي بيحاربوا بيها من زمان. وكوز الميه بتاعه اللي جنبه. ده كوز قديم فعلا. جدا. بعدين خرج من المغاره ومشي. وصحي الملك شاول برضه. بيتوب صحي بيتعسنين. الملك شاول وقعد وداود قعد يمشي عليه. تعالى يا ابني شويه. مفيش فايده. يا حضره الملك شاول مش الحراس اللي جنبك لازم يحرسوك كويس؟ ملك شاول بص حواليه كده، بتوع مين دول؟ بتوع مين دول؟ دول كانوا جنب راسي وانا نايم، يعني انت وصلت لغايه راسي؟ يعني كان ممكن تموتني كمان؟ كان ممكن اموتك. خلاص يا ابني مش هجري وراك تاني. كل مره يقول الكلام ده، كل مره. لكن اللي عايزه اقوله لكم ان داوود كان مركز قوي يا طايمه انه مش هيعمل حاجه تزعل ربنا منه ابدا. بس بصراحه انا لو مكانه كنت قتلت شاول، ما هو بيخلص عليا. ما عشان انت هتبقى متغاظ، لكن هو قرر ان هو هيكون حد بيحب بابا حبيبي قوي وبيعمل كل الحاجات اللي ترضيه. يعني انا الواد ساعه تحيت كده سامحه وما وقطع الجلابيه بتاعته؟ اتفضل يا حضره الملك اتفضل اقعد اتفضل، انا خلاص مش هقتلك بقى. اتفضل. تايمو هنحفظ الآية مع بعض، الآية النهارده مهمة جدا جدا. يا رب تكون سهلة. جدا على فكرة، كلمتين كلمتين زي بعض بالظبط. كمان؟
يعني كلمة واحدة الصراحة اللي متكررة مش كمان كمان. بص جميلة جدا. ايه القلوب دي كلها؟ القلوب دي عشان احنا بنحب بابا حبيبي قوي 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 قوي، فاحنا بنقول له كده انا، بس احنا لما نقول انا هنشاور علينا كلنا، يعني ايدي وودني ومخي وراسي ورجلي وكل حاجه فيا لربنا. يلا نقول مع بعض، انا لحبيبي وحبيبي ليا. سهله جدا، يلا مع بعض، بس انا نشاور علينا كلنا. يلا، انا لحبيبي وحبيبي ليا. الكتاب ده بقى جديد خالص خالص خالص، اسمه نشيد الانشاد. نشيد الانشاد، نشيد الجمهوريه. نشيد الجمهوريه ده في المدرسه تايمو عندكم. امال ايه اسمه؟ نشيد الانشاد، يعني شويه نشيد في النشاشيد كلها. برافو عليك، شويه اناشيد كده، وده احلى واحد. نشيد الانشاد 6-3. برافو. كلنا لمين؟ لربنا. كلنا يا تايمو لربنا، لبابا حبيبي. برافو عليك. باي باي تايمو. باي. اشوفك باي. الحلقه الجايه هتوحشني على فكره. باي باي ملك ساول. ايه ده انتوا قاعدين هنا؟ انا هعمل حاجه وهنضحك على بعزوز، ماشي؟ هخبي كل واحد فيكم في مكان، وهو هيجي مش هحس بحاجه، وانا هقعد اسمع موسيقى ومش هقول اي حاجه، ماشي؟ تعال تعال انت، استخبى هنا، استخبى هنا، تعال انت كمان، روحي معاه، ارجع وانا استخبى كمان، ورا ورا استخبي ورا كوبي ده بسرعه بسرعه، تعالي تعالي معايا، احنا كلنا هنستخبى. اول ما هقول بعزوزتي تطلعوا، اول ما هقول ايه بعزوزتي تطلعوا، ماشي؟ بس خلاص كلكم قاعدين اسكتوا، محدش يضحك، هنضحك عليه. حبايبي الحلوين. ازيك يا تايمو؟ ازيك يا مبعزوز؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ مفيش حد جه النهارده. ايه ده، انا مش انت مش شايفني؟ كلهم عيانين النهارده؟ حبايبي مش موجودين كلهم، خلاص قلت لك 100 مره ما تجيب لهمش الشوكولاته اللي بتجيبها كل مره دي، بيقعوا وبيجيلهم مغص. اقعد تعالى اقعد جنبي بس كده. حاضر. بعزوزتي جه. كنا عاملين مقلب فيك يا معزوز. انا بعمل فيكم مقلب صحيح، بس انا بعزوز المكلبز. انتوا عارفين انا اسمي ايه؟ بعز ابو العز عزيز. لا اسمك بعزوز. ما ده اسم الدلع بتاعي. انا اقول بعز ابو العز عزيز. يعني انت اسمك كوكي اصلا؟ ما انت اسمك تلاقيك اسمك كهرمانه ولا ولا تفيده ولا فطر. اسمي كوكي وانت بعزوز. طيب ماشي 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 ماشي. ايه اللي بتعمليه ده؟ سيبني استمتع شويه، ما انت جيت قطعت عليا وانا قاعده بتعملي بتسمعي. اسمع بسمع. بتسمعي ترانيم؟ لا طبعا اسمع ترانيم، مش زي دلوقتي. لا ترانيم ايه بس؟ بتسمعي ايه يعني؟ حاجات موسيقى واغاني وكلمات وكده عادي يعني. شكلك بتسمعي حاجات مش كويسه. انتوا عارفين احنا ودانا ساعات بتبقى عامله زي ايه؟ على فكره انا بسمع حاجات بتبقى عامله زي صفيحه الزباله، كل واحد يرمي حاجات في ودنا. انا ما حدش بيرمي حاجات، بص وداني فاضيه، واحد يرمي كلام وحش. انتوا عارفين بعد شويه ما نقعد نسمع حاجات دي كتير قوي، لا على طول لساني بيقولها خلاص، ما انا اتعودت اسمع كده على طول. لا انا كنت بسمع اغاني بريئه كده، اغاني يعني بريئه. شكلك انت ما فيش بريئه بعد اللي عملتيه ده مع الاطفال بقى. ده ما فيش بريئه دي خالص. الله يا بعزوز. طب بس انا اقول لكم على حاجه جميله قوي، حاجه غريبه قوي. في مره ولدين، كان ولد اسمه شادي وولد اسمه مينا، وبرده حصلت بحقه حقيقي. شادي ومينا دول كانوا قد بعض بالظبط، كانوا توينز يعني، عارفين قد بعض بالظبط. تمام، بس كان شادي الكبير وشادي الصغير. شادي الكبير وشادي الصغير؟ ايه ده بتقول ده؟ لا يعني كان شادي كبير ومينا صغير. مش قد بعض، بس هما كانوا شكلهم انه في سنه واحده، لكن كان واحد اكبر من الثاني. فكانوا طول النهار يتخانقوا مع بعض، ديك 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 ديك، طول النهار يتخانقوا مع بعض لدرجه ماما وبابا اتجننوا منهم. يوه، تلاقي البيت كان ايه زي بيتنا كده. تيتا جه في عيد ميلادهم، هما الاثنين عيد ميلادهم مع بعض. انا بقول فاهمين، هما قد بعض بس واحد مخه كبير واحد مخه تراوه، عارفين يعني هما في فصل واحد، وهما الاثنين عندهم 8 سنين، بس في واحد عاقل كده وواحد مجنون. هما الاثنين طلعت تيتا قالت عشان ما اوجعش دماغي معاهم هجيب لهم هما الاثنين عربيتين. راح جابت لهم عربيه كبيره كده جميله قوي بريموت كنترول، يسوقوها بريموت كنترول بقى السلاسلكي، وكانت سريعه جدا. انا عايزه احسن. لا دي بتاعت ولاد بقى اكتر، ويلعبوا بالعربيه وعدوها كده من تحت الكوبري، ويقعدوا يعملوا بتاع. قلنا الاثنين قد بعض بس كان في واحد مجنون وواحد عاقل،
شادي كان العاقل ومينا كان المجنون. مينا قاعد يلعب بالعربيه وكان فرحان يعمل ازاي العربيه تخبط في الحيطه هتتكسر. بالظبط كده. هو لعب بيها شويه العربيه اتفشفشت. راح قال ايه هو مين هيعرف تيتا جابت لنا عربيتين زي بعض بالظبط، مين هيعرف العربيه اتكسرت بتاعت مين؟ ايه ده شكله بيفكر فكره شريره. بدل العربيتين وحاطط عربيه شادي مكان عربيته وحاطط عربيته هي السليمه. شادي جه بص على العربيه لقى شكلها ايه؟ مفرفر. يا دي باظت خالص يا بعزوز، اتشلطمت اتشلفطت اتششش دي متاكله. شادي وبقى بصوا خد بالكم من حاجه، العجل خلاص بطل يلف، ما بقاش بيلف، بصوا ما بقاش بيلف خالص، ما باظت، ما مش نافع خالص تلف. شادي قال دي مش عربيتي، انا معلم عربيتي بحاجه هنا. بصوا كان راسم رسمه كده في الجنب، دي كانت عندي الرسمه دي حاطط فيها رسم حاطط فيها الوان، دي مش عربيتي. فمين قال له لا دي عربيتك، عربيتي السليمه. قعدوا يتخانقوا مع بعض مين عربيته السليمه، هي كانت عربيه مين السليمه؟ شادي. شادي راحت ماما قالت بصوا ما توجعوش دماغي، هنشيل العربيه المتكسره وهنشيل العربيه السليمه، ما فيش عربيات عندكم. وراحوا شايلين ماما خدوا العربيتين. شادي اتخاص جدا جدا، راح عمل ازاي؟ راح نزل المحل واشترى ستيكر زي كده. الله، فارخ ستيكر زي كده، وكل حاجه عنده حط ستيكر وكتب عليه ايه؟ ملك شادي. ملك شادي عشان مينا ما يضحكش عليه تاني. وياخد حاجاته. حط ستيكر على العربيات، وحط ستيكر على السرير وشنطه المدرسه والقصص، كل حاجه حط عليها ستيكر. ماما دخلت قالت له بتعمل ايه؟ لا عشان ما اجيش سمينة تاني ياخد حاجتي وولدي بتاعت. فايه ماما قعدت تضحك، عارفين ليه؟ زمان زمان خالص في العهد القديم كان ايه، فاكرين لما جه في مره كذا مره جالنا كده اللي هو زي علي الكاهن ايام صموئيل، لابس كده بيبقى لابس زي برنيطه كده، مش برنيطه بس كبيره كده، كان يلبس حاجه عند قرطه هنا مكتوب عليها ايه؟ ملك للرب. عارفين يعني ايه ملك للرب؟ يعني بتاع ملك بابا حبيبي، يعني الحاجه دي بتاع ايه يا تايمو؟ يعني بتاع بابا حبيبي. انه ده بتاع بابا حبيبي. فراح شادي قال لها يعني ايه؟ يعني انا بحط على عربيتي دي ملكي، طب اما ابقى كلي على بعض يبقى ايه اللي ملكه؟ عينيا ولا وداني ولا بقي ولا لساني ولا ظهري ولا ايديا ولا كتافي؟ قالت له كله، كان رئيس الكهنه كله ملك ربنا. ياه. فلا ايه ده؟ يعني انا ممكن ايديا تبقى ملك ربنا، وبقي يبقى ملك ربنا، وعينيا تبقى ملك ربنا، ووداني اللي بتسمع اي كلام تبقى ملك ربنا؟ خلاص هتبقى ملك ربنا ومش هسمع حاجات تاني غلط. تيجوا نعمل الحكايه دي؟ تعالي ايه رايك يا كوكي؟ نخلي مخك يبقى ملك ربنا، تعالي. أيوة. نعمل ايه؟ نلزق لكوكي ستيكر كده. هتحط لي؟ نحط لك كده انك انت ايه؟ ملك ربنا، ملك بابا حبيبي. ملك بابا حبيبي، مين عاوز يحط ستيكر على حاجه عنده؟ ها؟ هاتي هاتي لنا الميكروفون لو سمحتي. ها؟ كل واحد يجي يقول لي انا عاوز احط مثلا على ايديا، نفسي ايديا تبقى ملك بابا حبيبي. ها؟ انت عاوزها تبقى فين؟ ايه؟ عايزاها تبقى على ايديا. ايديكي؟ هاتي اختاري اني واحد تخليه على ايدك. تعالي طلع ايدك لفوق عشان نحط لك، حطي كده على ايديك. وانا كمان يا عم بعزوز. عادي دي يا تايم. انت كمان هتحط زينا. انت عاوزاها تبقى فين؟ ممكن تكون اكتر من حاجه، ممكن تقول عاوز اخلي ايديا ومخي وبقي هنحطه مثلا هنا، وعينيا نحطها مثلا هنا، نعمل كل حته، وداني. ها عاوزه ايه؟ هاخد واحده احطها على وداني. عاوزه ايه؟ عايزه كل واحد يفكر على وداني على ايديكي. على ايديكي، هاتي ايدك على ايدك وعلى ودانك، هاتي ودنك كده حطها جنب ودنك، خليك كده بس كده جنب ودنك عشان تبقى ودنك بت ايه؟ ملك بابا حبيبي. وانت عاوز ايه؟ ايديك. انت اكيد ايديك، شكل ايديك كده فيها شقاوه جامده، هات ايديك. ها وايه تاني؟ انا عاوز لساني. وداني شكلها لذيذ قوي. ومخك؟ لا. مخك كويس؟ مش لا. عاوز يبقى ملك بابا حبيبي؟ طيب لا. ها؟ مخك هنلزق هنا زي كوكي كده. هنا زي هنا. لا. طب عاوز بقك؟ لا. خلاص كفايه، ولا نزلها؟ بص انت بصراحه لازم مناخيرك. لا. اهبط لازم مناخيرك، اثبت يا ابني، انا بديك حقنه. حبيبي استنى امشي. يلا وانت عاوزه ايه؟ عايزه ايديا. ايديكي هاتي لها واحده من بتاعت الايدين. ها دي بتاعت الايدين. ها وعاوزه ايه تاني؟ عايزه فوداني. ودانك استني نعمل لها شويه حاجات جميله. في ودني هنا. لا هاتي الناحيه الثانيه. هاتي الناحيه الثانيه. كل واحد خد بالكم احنا مش بنعمل اي كلام. وبقك هاتي بقك نحطها لك فين؟ هحطها لك هنا. ايوه هنا. لا استني بسرعه تبقى جميله قوي.
شكل جميل. دي كلها بقت ملك بابا حبيبي. وانت عاوز فين؟ ايديا. هي ايدينا دي، ايدينا دي بتعمل مشاكل. قول تاني عاوز ايه؟ طلع ده كده ولا حاجه. فين ايديك وفين؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ مش عايز اي حاجه تاني. انا عاوز كل واحد يتفرج علينا دلوقتي يعمل ازاي؟ يجيب ستيكر زي كده؟ لا مش مهم الستيكر، بس يلزق على ايديه. وعاوز ايديا تبقى ملك بابا حبيبي، عاوز دماغي يفكر، عاوز خدودي تفكر، وبقي وعينيا ورجليا، اقول كل حاجه تبقى ملك بابا حبيبي. خلاص اتفقنا؟ عاوزكم بقى تيجوا معايا عشان عاوزين نروح لتايمو نقول له تعالى بقى نلزق له كل حاجات الفالده دي. تعالوا معايا بقى كلكم، يلا تعالوا معايا، يلا تعالوا تعالوا يلا نروح نلزق لتايمو زي ما لزقنا. احنا جايين لك يا تايمو، هنخش لك جوه العلبه بتاعتك، هنحط لك يا تايمو على كل يعني حاجه عندك عشان تبقى ملك البابا حبيبي. بس تاخدوا دي وسمنحي. وحس اني مش فاهم لكن برجع وافكر في حب الله.